مشيت له حكيت معاها باش قالك هادي هو مش هكا بطبيعة باش ينكر ملا باش يستعرف مشيت له الجملة كلموني الأبو قالوا لي غلطوا في التحليل إيش معناها غلطوا بعثوا لي تحليل تعطف لواحد آخر ماهوش تعامل معناها دخلوا فينا غولة على حكاية لا ليها لا راس لا ساس وانت سكت لهم ايش تحبني نعمل لهم قالوا لي غلطوا كمل هادي ما عادش نحبك تدور بيه علي هاو طلع خاطي ايه ما انت قلت بفمك اللي هو يحربش اسمع كلام بوك وبعد على الخلط الفايز ده شكون الخدمة وي في الدار انا توا قلت لك ما نشافش نجي اسمع ما نشافش صحني اليوم راهو توا كنت قبل نحكي لك يلا باي روحت يا شباب شنو الموال الجديد طلعت لي بيه دروب وحرام الجملة لما قلت لك حبيت نفدلك معها وبر في بالي شو يصير فيها هك تكبر الحكاية مالها في بالك يا باب طفلة شكت فيك وبوها متأكد ان انت منى العاملة ويحب يشكي بيك يحب يشكي يشكي الحاكم ليه مش يشكي لامك في قبرها طيب عايش كحكي معها ماكم صحاب أمان ما نحبش نمشي للمركز ها ولي تتبكى قال لهم يوقفوك ويما نمدوك فمش ما تتربى أمان با يقف معايا فاش خامش نقف معاك انت تكونسومي في الحراب شو نرقد على وذنية ونفخ في صدري قدام الراجل ونقول له ولدي مستحيل يمس الخمجة ذي ولدي ما يكذبش عليا ولدي ما يخبي عليا شيء لا وقايم نطلب فيه قدام هي قول له ما فهمش منه الموضوع وانا تو نزيد الرك حمل يا انتي مش هبلني سامعك بودني من وقتاش كونسومي انت اسمعني معناه بالرسمي مش مباصي يا ودي تكلم حل فمك من وقتاش كونسومي في الحرامش انتي ما كونسوميش خاطيني اخي مش تهبلني ولا شنو مش قلت لي تو اللي حطيت الحربوشة في كاس طفله هي ما كونسوميش قلت لك حبيت نشيخ عليها وبر بالله بالله منين جبت الحربوشة شنو هي منين جبت كلم يزي متبهنيس منين جبت الحربوش واحد في الليسي دبر كعبتين يا اخي خليت من عنده كعبة هك ريت تفل عنده الحرابش ظنك باش تهز واحدة وتحطها لمل مش كيك يتكلم المال فسل الملول كي خذيتها انا في بالي باش نجربها من بعد قلت فك عليا مش جوي قعدت في مكتوبي نسيتها من بعد في السهرية قلت خندز فازة ونضحكوا عليها شوي يعني انت عمرك ما حربشت انتي ليه با ما حربش بتعرف جوي كيفيه وزيد لعمرك ذبت عليك في حاجة هاي بمارة الحكاية كما هذه نسمعها من عند محمد علي في بالي فازة تتعدى مش المخي مش نحكيه لك
اخي هاي كبرت الحكايه برا عاد باش ترسيلي في حل واربط. تستاهل باش تتربى وتنحى عليك العمايل المزبله. ندلل فيك عايش على هواك اللي تطلب وتلقاه باقي معاوش. حقني من الاول خليتك في كل بريفي بالسيف عليك. راك تو ماشي ماستر. نعرف ما كرنيش تصرفت هك. سامحني. تخسيب الدنيا سهلة. مش كل شيء يتصلح بكلمة سامحني. حل مخك حل مخك. عندك الحق. سامحني. انت تعرف اللي ما نحملش الركب نرفز. ايمان ما عادش تنرفزني. ما عادش تخبي عليها شيء. بابا بالرسمي باش تتصرف؟ مش بتخليه يشكي بيا؟ ما تخافش، مش باش يشكي بيك. كيف عرفت؟ نعرف. نعرف اللي عملته اليوم غلط. زربت كاني سمعتك وصرت وصدقتك. خاطر نورمالمون أنا أكثر واحد يعرفك ونعرف اللي مستحيل تعمل حاجة كيما هكا. مستحيل تكذب علي أنا بالذات. ممكن اللي صار اليوم ماكش باش تنسى. أنا زاد عمري ما باش ننسى. نعرفك تسمع فيا. أما نحبك تسامحني. تسامحني. يا بنيتي يا بنيتي يمينك يا بنيتي يا رب السيد.
حبيبي. صباح حبيبي. حيرت عليك على الاخر. وين بين سباب؟ صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. ايه ما ابوك علاش عمل لك هيك؟ انتي ما هو سمع بحكاية الكذبة على بال تاع رحمة و كهو تقوليش ضربك. ايوه يضربني بوسيبل. يا امل برا مشي لدار المديرة تعيط لك. يا برا كنت انا واضح اخبارك. الحكايه المقحره اللي حكيتها اخي مش بقى بالبوها. اي طاف الظمأ ما منعرفش شنو يحكيو. لازم شد عليه حاجه بوز مفيد سلكت. ايه هاد صحيح انت شقلت لابوك؟ حكيت له حكايه حولك كما حكيت امل. قلت له حبيت نجرب والله خاتيني بطلت حسيل شرب في ساعه جد عليهم. المهم خرجنا منها سلكيت. توكل على مالك هدير قدر اسب ومالك. من هنا؟ خاف تصبيه لبوك. هك والله مزيت مهبلتش. صحيح باي عادي لي فازيت. انا بيوع دروغ يقتلني. انا كيف كيف. امل؟ متأكدة مكش مخبي علي حاجة أخرى؟ ليه مدام ليل؟ حاجة كيما شنو؟ ليه خاطر لافاسون اللي خرجك بيها بوك البارح تاع حاجة كبيرة برشا أكبر من الكذب اللبيل في بلاصة رحمة. كان جد فما حاجة أخرى راه ما خلانيش اليوم نجي ليسي هكا ولا لا؟ باهي برقل على روحك عيش بنتي. عيشيت عيشيت. اه لا واش عملت القرايه شكلها تريح. دار في عامله هي بيدها يطلعش فما بين ولا حاجه. واه واه يزيو امل خاتيني راني لولا نتاع الليسي. هيا من غادي. امل للقرايه ديما زكيه جيبوها زي خرجها كركرها كي شرايه. فهمنا شنو اللي صار. يا عجبك شي طفلة مقبلة نحاول فيها وهي شاي كلمة لي. قلت لكم ما بيا شاي. بونجور. أمل شبيك شفم؟ ما حبيتش تقول ربع ساعة تالي كان صافا. ما تكون كي مدام ليلى داش قلت لها. ليه مدام ليلى خاطيها ما أملي جمال مفرخ متعود بها بلايسكم اخي بلاستك نوح بلاستك مرام. يزوب بتمسخين على بعضنا ولا ليه؟ وانتي اوه شنو عملي فيها باربو هونيا في كلاس اللي ماكش فيه رحبة. شي ضحك فيك انت؟ شي ضحك فيكم بالله حكيولي كلكم على اللي صار مع امل بلا ما في حد شي يضحك راه.
اما اللي تعملوا فيه انتوما هذايا هو اللي ضحك. راكم قريب توصلوا للفاك وعين بالشيء هذايا ولا ليه؟ ما عادش يخرج عليكم راه. انا متاكده ان كل واحد فيكم عنده مشاكل ومخبي اغلاط وعمايل كبيره. اما وقت اللي توصلوا لهنا توليوا تلوجوا لبعضكم على الغلطه باش تشمتوا في بعضكم. راهو انكم طيحوا قدر بعضكم وتحقروا بعضكم راه ماهيش قوه، ضعف. اللي ما يحترمش غيره ما يحترمش روحه. صاحبتكم تعادت بحاجه خايبه، مش مهم شنو السبب، المهم اللي هي جرحت وتهانت قدامكم وانتوما في عوض تقفوا معاها وتحاولوا تخرجوها من اللي هي فيه. بالعكس زدتوا بكيتوها اكثر. والله يبغي موش ياسف، تمقعير كذب وتبلعيط. قلت حياء انا في بلاصتكم نحشم. هاي نبدو الكور. أمل سامحني، أمل أنا نسيت أسامحك. سامحني يا أمي. ادخل. مدام ليلى نحب نحكي معك في موضوع. ان شاء الله خير. يظهر لي لازمنا نعملوا اجتماع للاولياء. علاش؟ اللي عملوا بو امل ما يجيش. لازمنا نحكيوا معاهم، عادش تعداوا اللي داروا وتصرفوا وحدهم. المرة اللي فاتت بو نوح جاي يضرب في ولده، المرة هذيا بو امل جاي يكركر في بنته. كريتها كيفاش تبكي وتلمذ الكل يتمقروا عليها. شو يا اخي مصيبه الدنيا؟ علاش العنف هذا كله؟ يستاهلوا، حتى هم عمايلهم كبيره. اي ما رحنا في ليسيره، ثم اساتذه ثم اداره. ما جايين هنا جوست باش نقريو مات وفرونسي وانجلي وهذيك هي الحكايه. نحن هوني زاد باش نربيهم. نربيهم على الباهي مش على الخايب. ولادهم هم احرار فيهم، يعملوا فيهم ايش يحبوا، احنا ما عندنا ما مدخلنا. كيفاش ما عندنا ما مدخلنا؟ علاش ليه حتى احنا ما نقفلهمش؟ علاش ما صلحوش لازم يتصلح؟ كيما شنو؟ برشا حاجات. نجمو نبداو بليزيغ كروز. انت تعرف شنو اللي يصير فيهم؟ همله وتبزنيس ودغوغ. مش كان يقعدوا في سال يعملوا فيها اكتيفيتي ولا يراجعوا خير من الهمله تحت الحيوط في الشوارع؟ احنا حتى لقاو لهم قاعات يقراو فيها. باش نوجدوا قاعات يعملوا فيهم ليزاكتيفيتي. إيه باش شنو الحل؟ شوف انا قبل ما نولي مديره عديت 25 سنه استاذه. اللي تحكي فيه انت مش جديد. كنت كيفك كروح في الليل نبيت نخمم شنو الحاجه نجم نعملها باش نبدل، شنو نجم نعمل باش نبعد الصغيرات على الفساد وما يضيعوش. بعد فهمت لي مناش احنا باش نعاودوا نربيو لهم صغارهم الاول وجديد. الدنيا تبدلت، صغار توا ما عادش كصغار قبل، توا عينيهم تحلت على الانترنت على التلفز، حتى الدروغ اللي كنا نسمعوا بيه سمع ولا في مكاتبهم كل حلو. يبي شنو نعمل؟ باش نكتب في يدينا ونقعد نتفرجوا؟ لا نخدموا على رواحنا وكهو، نعملوا اللي علينا والباقي على غالب، ماناش احنا مسؤولين عليه. انت
تفضل. السلام عليكم. أهلا. كادير مش هكا؟ في سانسي تسمين. ليه؟ سافا؟ سافا. زوجك مخلوق. فدا. اطلع اطلع. اطلع نعمل بيك دور. سامحني، باهي كيفين حط إيدي؟ علقني بالقوي بالقوي باش ما تطيحش. اي اي اكيك اكيك بالضبط. عندك تحكي لي بخلاف صاحبتك اللي هربت. ليه عاد ما قلتلكش هربت؟ لما حلا ساعات تقول كان جيت هربت خير من اللي تطلع صارت لها حاجه خايبه. ايه ما كان صارت لها حاجه خايبه ولا خبر خرج. ما عندك علاش تخاف. ايه احكي لي على روحك. شنو تخدم؟ نبيع ونشري. نجم تقول تاجر. تاجر متاع شنو؟ كل مرة حاجة كاين دور بيت دولاب. كيما شنو؟ قطاع كراهب، موتورات، تكستيل، مراول. معناتها ليك برشا من اللي بطلت القراية؟ كنت نقرا في الليسي نتاعكم، أما كنت ندوب البرش. العام بخو، سعد بوزخ. بعد عملت محاولة صغيرة في الليبرو ما خلصتش. كبير كان العكس نتاعك. قيم في القراية ونتاع مشاكل. كنا يصيرونا مشاكل. احكي لي كنت هاب. مشكلة مع موبا. طلعوا غلطين وكهو فيت. ايوه كي وفيت علاش متقلقة. توعدني ما تعودش الهادي الكلام اللي باش نقولهولك توا. انا يا بنتي اللي باش تحكيهولي كل بشغل بينات. انا شكيت في هادي اللي هو حاب يعمل حكايه خايبه. كيما شنو؟ نجم شكون باهي على راحتك. اما في بالي هادي يحبك على الاخر وما نصوروش يضرك. هذيك المشكله. فهمتش كيفاش وصلت شكيت فيه. كي عرفت اللي هو خطيه من وقتها وانا حاسه بالذنب. اليوم ريتو حبيت نقول له سامحني. اما ما نجمتش. خفت لي يسالني. خفت لا يعرف ما عادش يحكي معي. حسب ما قلت لي المشكله مشي على روحه. هادي ما في بالوش وانا مانيش نقول له. ونصور حتى كان سمع بيك باش يسامحك سور. يا مانا كيفاش باش نجم نسامح روحي؟ كيفاش باش نجم نسامح ما وبا؟ في اول مشكله داروا عليا وشكوا فيا. نورمالمون هما اكثر عباد يعرفوني. ويعرفوا الوقت اللي نقول خاتيني معناتها خاتيني. شوف امولا كي تجي تشوف. عملتو انت الهادي نفس اللي عملهولك بوك وامك. صحيح ولا ايه؟ انا ما نحبش نحاسبك، اما نحبك تشوف الموضوع مشيره اخرى. وكيما انت ندمت على اللي عملته مع هادي، تصور حتى هما ندموا على اللي عملوه معاك. كلامك صحيح. بالحق انا كنت ياسر انانية. ماكش انانية. انت طفلة عاقلة وتحفونا برشا. مش كرهت هالكلمة. أنا؟ عاقلة. ثم واحد ما يحبش يقول عليه عاقل؟ ثم أنا. العباد كلها تخايبني طفلة صغيرة ونازعة في صبعي. بعد يقولوا لي عاقلة. ساعات نحس روحي دغفة مش عاقلة. لا ماكش دغفة. أما ما دامك قراية ما تشربش ما تسهرش
نجم تكون كان عاقلة. مانيش عاقلة. ها شو كيف؟ سايبوني. هي اللي ظهر عليك تتكيف. تخيط مخيبو، كيفاش نجم تكيفوا هذا؟ هذا بلية ما عندك بيه حتى علاقة أنت. أمل، في الدنيا هذه ما تعطي وزنك لحتى حد. خاطر الناس اللي يعجبهم للعقل الفاسد. اسمع كلامي. انت دار فيك عندك برش حكايات. شبيك تخزر لي؟ نعشق فيك. الو؟ هلا بالغالي. وينك هالغيب؟ هاي هاي عندي. بيه تعديك زيت شوية. امشي هو عندك اليوم السنة فاية. كدير حبيت أقول لك مغسي. على شنو؟ حكيت معك تفرهت برش. مرحبا بيك في كل وقت. الو وي هاني جايك. هاي نحوي خالتي سالو. لاباس قدورة، تا سيجار قدورة. هاي. بلبل. وين؟ وينك عندك مدايرة ما طليتش؟ بتصير بطل يا فهد. صحيح. حبيت نتوب شيء. يا ربي توب علينا وعليك. بركة اثنين. تلعب بها يا؟ هكا تو. هاي يا سيس روح. عايش. ما تغيبش عاد ها؟ باهي. عندك شي حوايج اخرين مسخين؟ بشويه شبيك؟ شي تعرفي ما نعملش كوني مسلي حاجتي. ونعرفك زاده ما تحملش القرايه، يا اخي ولي ترعش على السكادو. بيت نجم تخرج من بدل حوايجي؟ شفيه الساك؟ ما فيه شي كرارس وكتب. باهي، نشوف شنو فيه. شوف شوف، ما هو ديما هكا انت. نحب عمالو، نح كذاب، نح بلعوت، نح ما نقصدش. أما أنا أمك نخاف عليك من روحك ومن بوك. ما عندك علاش تخاف عليا من روحي؟ هاني نمشي تحت الحيط مكانك على بابا. هاي ما عندك الحق تخاف. بوك يحبك طبيعته كاسحة، أما يحبك برش. هاو جاي. باش سلام. سلام. شبيك؟ شي نظم فيها البيت تعايش. عندك الحق، حتى هو فرخ صغير ما يعرفش قد بيته. هاي برا نحط لك فطورك. هاي هو حاضر. باه
اخي ما تحشمش على روحك. حتى الملح فهي لما تهز امك ماكش قاعد تشوف قداش تعب هي. هز مغادي هز. اوه تسمع فيا ولا ايه؟